مكيفات الهواء الطبيعيات التي ألهمت مهندسا معماريا مصريا، فلنتابع ذلك. ٢٢ مليون ساكن وحركة سير خانقة وحرارة تتخطى أحياناً 40 درجة في الظل. القاهرة كبرى العواصم العربية، وغالباً ما يكون الصيف فيها حارقاً. فكيف كان يعيش أجدادنا من دون مكيفات هواء؟ لنفهم ذلك سنزور منزل متريان في شبرمنت في ضاحية القاهرة. وقد استلهم المهندس المعماري المصري الفذ حسن فتحي تقنيات قديمة جداً في بناء منازل مزودة بنظام تكييف طبيعي. يقدم لنا عمرو رؤوف أحد المهندسين المعجبين جداً بمنشآت حسن فتحي هذا التصميم. يتم تبريد هذا المنزل باستخدام التقنيات الطبيعية بدون استخدام أي أجهزة تكييف. بناء المنزل في حد ذاته بالأحجار بهذا العرض يعزل داخل المنزل عن خارجه، وبالتالي يقلل درجة الحرارة عن الخارج. يدخل الهواء من هذه النافذة العلوية المفتوحة على الخارج، أما الهواء الساخن فيخرج من النوافذ المجهزة بمشربيات. كيف يمكن تنظيم تحرك الهواء داخل المنزل؟ نحن الآن في القاعة الرئيسية للمبنى المغطى بقبة، وهذا في حد ذاته يعطي تهوية أحسن للمبنى للارتفاع العالي، مما يساعد على حركة الهواء. وفي الخارج هناك أيضاً تجهيزات إضافية وأهميتها ليست محض جمالية. هذا هو الفناء الداخلي الموجود بالمنزل، وتطل عليه الحجرات. وظيفة الفناء هي الاحتفاظ بالهواء البارد. الهواء الساخن وزنه أقل من الهواء البارد، لذا فالهواء الساخن يصعد إلى فوق والهواء البارد ينزل إلى تحت. الحوائط بتاعته بها فتحات لتسمح بمرور الهواء البارد من الناحية الأخرى من المزارع إلى الفناء. وهذا الطراز الهندسي فعال جدا في مقاومة الحر. انظروا إلى ميزان الحرارة، ففيما الحرارة 37 درجة في الخارج لا تتعدى في الداخل 26، أي فارق أكبر من 10 درجات ومن دون مكيف. ولكن حسن فتحي لم يتوقف عند هذه التقنيات، فهنا في داشور وهي قرية على بعد 30 كيلومترا من القاهرة أضاف ملقفا إلى المنزل الذي شيده، ويلتقط هذا البرج أي نسمة هواء فيدخل إليه الهواء ويبرد عند احتكاكه بهذه الجرة المملوءة ماء، وتضمن المشربيات في النوافذ حركة الهواء في المنزل. ومن سطح المنزل نرى أسطحاً على شكل كبب وأنصاف اسطوانات لتحريك الهواء في المنزل وتبريده. وفي الجزء القديم من القاهرة نجد بعض النماذج النادرة لملاقف خشبية، وهي غالباً ما لا تحوي جراراً مملوءة ماءً، ولكنها تؤمن تحركاً جيداً للهواء. وتم اليوم نسيان منافع هذا التكييف الطبيعي في معظم المساكن الجديدة، وفي الأبراج العالية لا يمكن فتح النوافذ، لذا يتم تكييف الهواء بواسطة أجهزة ميكانيكية. وإذا كانت المكيفات الحديثة فعالة فهي ملوثة ومستهلكة للطاقة، أما تكييف حسن فتحي الطبيعي فيدل على جدوى تقنيات أجدادنا. كما رأينا في هذه الحلقة، البرد ليس عدواً للإنسان، ويمكن التكيف مع درجات الحرارة المنخفضة شرط توفر العتاد والكساء الملائمين. بهذا تنتهي حلقتنا اليوم، وإلى اللقاء في موعد قادم ومغامرات ممتعة.